فئة أخرى تخرج عن صمتها بعد أن ضاق بها الحال وطال التجاهل من قبل وزارة المالية إزاء حقوق بديهية تغيب للسنة الثالثة على التوالي، بالرغم من اضطلاع هذه الشريحة في معالجة كبرى آفات البلاد الأمية. فاجأنا اليوم بالوقفة الاحتياجية للمساعدات والتي تأتي كاعتصام لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة والقانونية التي منحهم إياها القانون رقم 25 لعام 98 للمحكمة الأمية بموجب التعاقد و معلمات أكثر من 45 مركزا من مراكز محو الأمية في محافظة عدن أقمنا هذه الوقفة أمام مقر إدارة الجهاز التابع لوزارة التربية والتعليم للمطالبة برواتبهن والحقوق المتوقفة منذ 3 أعوام دراسية. نعصر يعني جهودنا كامل، لكن لما نجي نطالب بحقوقنا ما فيش، يعني لا مستجيب. وفي يعني معلومات قالت ان حقنا الميزانيه موجوده، لكن العرقله من فين؟ دائما ونحن في مطالبه، لنا 3 سنوات ونحن لا نستلم اي راتب في مجال تعليم الكبار. نحن بذلنا جهد كبير ونريد حقوقنا منهم، وهذا الراتب نحن نطالب به بشيء حقنا، ولكن هذا الراتب لا يساوي شيئا في ظل هذا الغلاء. أولئك المعلمات اللاتي لم يتوقفن عن أداء رسالتهن السامية يلوحن الآن بالتصعيد نحو الإضراب الشامل في خطوة قد يلجأن إليها بعد تحويل الوقفة إلى أمام مقر وزارة المالية مع زملاء وزميلات من كافة المحافظات الواقعة تحت إدارة الشرعية، إذ يبلغ عدد المنتسبين لهذا الجهاز أكثر من 1500 متعاقد ضمن حوالي 4200 في عموم الجمهورية. المبلغ المعتمد المتعاقد 555 مليون ريال وفق موازنة 2014. الآن نطالب وزارة المالية بصرف رواتب المتعاقدات في محافظات عدن، داحل الأبيض، ضالع، شبور، اللي يعطوا وثائق تم تجميد المهرة، حضرموت، سقطرى، حتى يأتوا بالوثائق. أجراس كارثة الأمية ما زالت تقرع، فبحسب آخر إحصائية لمنظمة اليونسكو فإن نسبة الأمية الأبجدية في اليمن بلغت 46%، ومع الحرب الدائرة وآثارها على البنية التحتية والنزوح والتسرب من المدارس ترتفع النسبة منذرة بمخاطر مستقبلية لا عاصم منها سوى التعليم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.